الاستشعار عن بعد في الغلاف الجوي والغلاف الأيوني. الغلاف الجوي للأرض والغلاف الأيوني سقفنا ما يحتضن كوكبنا ويسمح له باحتواء الحياة. لقد قضينا سنوات عديدة في محاولة رؤية ما هو أبعد من ذلك نحو النجوم، وكأنه لم يكن سوى الهواء. ولكننا نعلم اليوم أن العديد من الأنشطة البشرية تؤثر أو تتأثر بالعمليات الفيزيائية والكيميائية التي تحدث هناك، ولكن من الصعب جداً وضع أجهزة الاستشعار على كامل اتساع وعمق الغلاف الجوي. لذلك نحن بحاجة إلى قياسه عن بعد بدون الاتصال المباشر مع الوسط. طور العلماء والمهندسون تقنية الاستشعار عن بعد البصرية والرادار لدراسة الغلاف الأيوني والجوي للأرض، سواء من الأرض مشيرين إلى السماء أو من الفضاء على متن مركبة فضائية. وتشكل هذه القياسات عنصراً أساسياً في دراسة ظواهر مثل تآكل طبقة الأوزون، وهي الدرع الذي يحمينا ضد الأشعة فوق البنفسجية. تمتد أبحاث الاستشعار عن بعد إلى جميع مستويات الغلاف الجوي للأرض، وتغطي هذه الطبقات من الغلاف الجوي مدى ارتفاع يتراوح ما بين أعلى سطح الأرض مباشرة إلى حوالي 70 كيلومتر. أبعد من ذلك يصبح الغلاف الجوي باهتاً للغاية وتختفي الذرات في الفضاء. تسمح لنا أجهزة الاستشعار عن بعد قياس الغازات الجوية. يمكن قياس المحتوى الإجمالي للأوزون بفضل أجهزة قياس الطيف البصري في الأجزاء فوق البنفسجية والمرئية. يمكن أيضاً قياس ثاني أكسيد الكربون والميثان وبخار الماء باستخدام المستشعرات المناسبة. السحب والأمطار. بأجهزة الاستشعار عن بعد يمكننا تحقيق عمليات رصد متحسنة تسمح لنا بالرؤية عبر السحب، وقياس كمية بخار الماء أو معدل المطر من الأمطار الغزيرة إلى المعتدلة إلى الأمطار الخفيفة والجليد، والبيانات المهمة للتنبؤ بالطقس. الغبار الجوي. لدراسة التأثير المناخي للسحاب والرذاذ والجسيمات الصغيرة المعلقة في الغلاف الجوي، نستخدم الليدار لتشكيل توزيعها العمودي، وهذا يساعدنا على فهم ديناميات وطاقة نشاط الغلاف الجوي للأرض بشكل أفضل لدعم الطقس على المدى القصير والتنبؤات المناخية طويلة المدى. درجة الحرارة وبخار الماء. وبنفس الطريقة نرى ضوء الشمس حتى قبل أن ترتفع الشمس أو بعد غروبها، فإن موجات الراديو تنثني أيضاً عند السفر عبر الغلاف الجوي، وبهذه الطريقة توفر الإشارات اللاسلكية المنبعثة من أنظمة القمر الصناعي للملاحة العالمية ما يسمى بإشارات الفرص المستمرة، التي يمكن استخدامها للاستنتاج بمعلومات عن درجات الحرارة الجوية وببيانات بخار الماء. الغلاف الجوي المنخفض باستخدام السودار، وهو جهاز استشعار خاص تنبعث منه موجات صوتية بدلاً من الموجات الكهرومغناطيسية. يمكننا قياس البنية الدينامية الحرارية للطبقة السفلية من الغلاف الجوي وسرعة الرياح على ارتفاعات مختلفة فوق سطح الأرض. كمبتدئ في تنبؤ الطقس، يتعين عليك أن تنظر بشكل روتيني إلى السحاب لمعرفة كيفية تصنيفه واستنتاج ما يخبرنا به. وفقاً لمظهرهم المادي، هناك ثلاثة أنواع أساسية من السحاب: السحب السمحاقية، وهي مرادفة لسحاب مخطط، السحب الطبقية المستمدة من اللاتينية التي تترجم إلى سحابة ذات طبقات، السحب الركامية التي تعني سحابة ركام. يمكن تصنيف السحب أيضاً وفقاً لارتفاع قواعدها فوق سطح الأرض، مما يؤدي إلى تكوين مجموعات وأسماء مختلفة. أنت الآن مستعد لبدء مسيرتك المهنية كمتنبئ جوي. حظاً سعيداً!